نحن لبينا دعوة المجلس الوطني اليوم للأئمة المستقل للأئمة وموظف قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في مؤتمرهم هذا المؤتمر الثاني الذي يعتبر تتويج لنضال وكفاء 10 سنوات. والإمام له دور مهم في المجتمع، وعندما ينتظم في منتظم كهذا ويوحد كلمته تصبح كلمته قوية، خاصة نحن اليوم ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذه التحولات والظروف الصعبة التي تمر بها الأمة مع انطلاق طوفان الأقصى، المعركة التي اليوم رجت العالم رجة والتي هزت العالم هذا في أركانه، مما جعل هذا العالم كله اليوم يتوحد ويقضي على خلافاته. اليوم كل بؤر التوتر اليوم وقفت، لا أوكرانيا، لا حرب كونية، لا تايوان، لا كوريا الشمالية، لا أي شيء، المهم كلهم اتحدوا وجاءوا بقضهم وقضيتهم إلى البحر الأبيض المتوسط، وجاءوا بسلاحهم وجاءوا داعمين دينيين لهذا الكيان الصهيوني، وصرحوها جهارا نهارا أمام الأمم، عطلوا مجلس الأمن، عطلوا الأمم المتحدة، عطلوا كل المنظمات، بل ضربوا كل قيمهم التي تغنوا بها لسنوات طويلة، حقوق الإنسان وما غيرها، لأن اليوم الأمر تعلق بالإسلام، لا يريدون لهذا الإسلام اليوم أن يكون رقما أساسيا في العالم القادم، لأن هناك تشكل عالم جديد بعد الهيمنة الأمريكية، ستسقط الهيمنة الأمريكية وسيتشكل عالم جديد، لا يريدون للإسلام أن يكون من ضمن الأقطاب التي تسير العالم القادم. فلهذا نحن اليوم نشهد هذه المعركة الضارية ونرى السكوت والخذلان الكبير الذي جاء من المجتمع الدولي برمته الذي قلنا بأنه اصطف مع الكيان الصهيوني، أو من خلال الخذلان الذي وقع داخل المنطقة من دول الجوار ومن الأنظمة العربية باستثناء بعض الدول كالجزائر التي صرحت وما زالت تصرح وما زال موقفها كل يوم يزيد قوة، وآخره الجلسة البرلمانية التي عقدت في البرلمان وصح فيها نواب الشعب باسم الشعب بأنهم كلهم على خط واحد رغم أنهم مختلفين داخل البرلمان في شؤون كثيرة معارضة وموالاة، ولكن هذه المرة كلهم اتحدوا ووافقوا 100%، يعني لم يتخلف عنهم لا رئيس ولا نواب ولا معارضة ولا سلطة، وكلهم وافقوا على البيان الذي كان لهجته قوية وفيه من الأمور ما تفرح شعبنا الجزائري بأننا ما زلنا ثابتين على موقفنا. واليوم ما يحدث في فلسطين أيضا هو رسالة لكل حر، رسالة لكل من يريد أن يستنشق الحرية بأن هذا هو وقت الحرية. علينا أن لا نبقى متفرجين، علينا أن لا نبقى نحصي ما يقع في فلسطين، علينا أن ننخرط، علينا أن نقتحم العقبة لنفك الرقاب لكي نطعم في يوم ذي مسغبة. اليوم هذا الكيان الصهيوني لا يركز على المقاومة المسلحة لأنه يخشاها ويخاف منها، بل يركز على الشعب، يركز على الحاضنة الاجتماعية. فعملنا نحن اليوم في أقطارنا هو دعمنا المالي لكي تبقى هذه الجبهة وهذه الحاضنة الاجتماعية قوية من خلال المأكل والمشرب والدواء والإيواء وكل ما نستطيع أن نخفف به عن آلام. فلهذا يجب أن ننتبه إلى فصول المعركة لأنها معركة كبيرة، معركة استباح فيها دمنا، استباح فيها عرضنا، استباح فيها مقدستنا، ولكن آن الأوان أن نسترجع هذا بنفس المنطق الذي خاطبونا به، هم خاطبونا بالقوة فنحن نخاطبهم بالقوة ونسترجع ما ضاع منا بالقوة بإذن الله. الدور الإمام قلت لك أنه ينسجم في هذا المسعى، هذا مسعى الإمام أنه يحرض الناس اليوم على الجهاد. الإمام اليوم يدعو الناس جهارا نهارا بالنصوص الدينية، يرفع من قيمة القرآن، يرفع من قيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أشارت لهذه المعركة. هذه المعركة التي تدور في فلسطين هي منصوص عليها في كتاب الله في مقدمة سورة الإسراء أنها وعد من وعود الله. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة الظاهرين على الحق الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم كذلك حتى يأتي أمر الله. لقد جاء أمر الله اليوم بهؤلاء الرجال الصناديد الذين أعدوا في المساجد وتربوا على القرآن الكريم وأعدهم أعدا جيدا، فاقتحموا القلاع وجاسوا خلال الديار لكي يحققوا وعد ربهم. والآن بإذن الله الأيام القادمة حبلى بالأحداث، ما زال شلال الدم، ما زال يعبد بالدماء، لأن هؤلاء الناس ليسوا أمواتا لأنهم أحياء، لأن الله رزقهم الشهادة، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فنسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، والإمام له دور كبير اليوم في توجيه المعركة.